هذه العادة مرة ثانية، الهدف الجميل سد حلو مرابي عالي والتصوبة جميلة جدا من لمسة واحدة، غير عادية في زاوية وفي ارتفاع قاتل ممتاز بقدم نجم ساندي فالاي. هذا اللاعب النهارده يسجل تاني اهدافه في البطولة الافريقية، سجل من قبل هدف، والهدف كان هدف الفوز على المنتخب الليبي في اللقاء طبعا.